ماذا تنسحب بسهولة وتسلم السلاح في الولايات التي سلمت في آخر فترة وهي من أكبر الولايات؟ كان تسليم السلاح يعني مثير للجدل، لماذا استسلمت القوات الحكومية بهذه السهولة وانسحبت ولم تستخدم ما لديها من أدوات كافية لهزيمة طالبان؟ هناك إجماع لدى الخبراء في مجال الدفاع بأن سلاح الجو هو لا يحسم المعركة، ومثل ما ذكر ضيفك الكريم من الولايات المتحدة بأن يعني القوات الموجودة على الأرض ميدانيا ربما هي من تملك زمام المبادرة وممكن أن تقوم بالحسم، لكن الطلعات الجوية والضربات الجوية وحتى مشاركة B-52 في الحروب الواسعة اشتركت في أفغانستان، لكن هذا لا يعني هنالك إمكانية إلى كسب الحرب من قبل الحكومة الأفغانية أو من قبل الولايات المتحدة. هنالك شيء آخر، أن أفغانستان يعني طالبان هي تسيطر على الأرض، هي من تمسك بالأرض، وهي بالإضافة إلى التدريب العسكري هي مؤدلجة أيضا. فإذا عندما تجتمع الأيديولوجية عند هذه الجماعات المتطرفة مع التدريب العسكري أجد أنه لها القدرة على القتال على عكس القوات الأفغانية. يبدو التدريب هو كان غير كافي، وبدون شك هو يعكس أيضا فشل الولايات المتحدة في ترسيخ نظام سياسي ديمقراطي أو وجود حكومات في أفغانستان قائمة على أسس صحيحة. فإذا أجد أنه طالبان هي من تمسك بالأرض، الطلعات الجوية هي لا تحسم الحرب، ويبدو أنه التدريبات والقدرات إلى الجيش الأفغاني أيضا ضعيفة. ما عدا ذلك هنالك أيضا الدعاية وهنالك تهويل وتضخيم إلى قوة طالبان بحيث تستخدم الترويع وكذلك الخطاب والدعاية قبل شن أي هجوم، وهذا ما يبث الكثير من الرعب والخوف لدى السكان المدنيين، ويقومون بتسليم ربما المدن بدون قتال.